غلاء الاسعار الكل كيتكلم عليها انا بالنسبه ليا ما بقيتش كنسول علاش الاسعار غاليه ولا علاش طالعه ولا علاش، ما بقيتش يا خويا باغي شي حاجه تعصبني ولا تضرني في راسي نتفلسف فيها. وعلاش ما علاش كتقول الخضار وانتم غاليين والبطاطا طلعت وغليتوها، كيقول لك ورا ماشي حنا ورا الكاميوات دابا مع المازوط مع من اكادير كتجي تال الدرب كتطلع غدا وكتطلع والسمطار، وهذا خاصني ندير معاه فيلم ولا سيناريو ونبقى انا وياه ونحط هذيك الصخره ما نوصلهاش للدار وما غنتعشاش، لان ما غاديش يكون عندي الوقت باش نوجد العشاء، غنبقى نهضر غير على الاسعار. اللهم شحال سيدي كدا، دير لي نص كيلو، دير لي ربعه، دير لي كيلو ونص، شحال سيدي هاك هرا. الله يعاون، انا راسي ما بغيتش نفرعو، راه كاين اللي مسؤولين على الاسعار يدبروا معاها، هما يحرقوا راسهم معاها، يحرقوا البلايك ديال دماغهم، يوجدوا الحلول للناس، يوجدوا الحلول لهاد الاسعار. لانه انا عارف الاسعار راه طالعه غاليه، انا حنت مغربي عايش مع خوتي المغاربه وكنتقدت انا بحالي بحال المغاربه، يوميا كنتقداو ما ناكلو ما نلبسو ما نشربو الادويه والاطباء وهذا، راه عارفينها ولكن ما عنديش انا الحل، حتى واحد ما عنده الحل الا اللي كانوا السبب في غلاء الاسعار، هما اللي عندهم الحل الا هداهم الله ولا عندهم شويه الحنان في قلبهم يحنوا على هاد الناس.